猫猫，猫，猫。لا يمكن أن تكون أهدأ قليلاً. هي كما ترى نحن نلعب لعبة تحتاج لصوت مرتفع. أجل، إنها تدعى ما أعلى صوت يمكنك إصداره. هي ما أعلى صوت أصدرناه؟ عالٍ جداً. عالٍ جداً فقط لا غير. ليس عالياً جداً جداً جداً. أجل، كان صوتكما عالٍ جداً، لكن ربما تستطيعان الآن اللعب لعبة أخرى. مثل ماذا؟ ماذا عن تحقيق أكبر قدر من الهدوء؟ سنفكر بذلك. نحن آسفتان، لقد جعلناك تسقب إفطارك. إنه ليس إفطاري، إنه بذور، وأنا أستخدمها كخرخاشة. ما هي الخرخاشة؟ شيء تخرخش به. هذا صحيح، إنه صوت موسيقي. لا، إنه هادئ جدا بالنسبة لي، إنه هادئ جدا. حسنا، ألا يمكن أن تجعل صوته أعلى؟ أحبه هكذا، اسمعه. إنه كصوت أمواج على الشاطئ. أجل، لكنه هادئ جدا بالنسبة لي. هل يمكنني أن أجربه؟ طبعا. أجل، إنه أعلى قليلا عندما تجربينه. هل يمكنني تجربته من فضلكم؟ طبعا. هذا أفضل. أجل، بلبل، لقد صنعت آلة أخرى لك، هذا الطبل. أو خرخاشة جميلة. أحسنتي. والآن إنه هادئ. خرخش خرخش بالخرخش. خرخش واعزف الألحان. هيا. خرخش خرخش بالخرخش. خرخش خرخش بالخرخش. خرخش واعزف الألحان. هذا منحني فكرة جيدة. إنها ليست دائرة. ما هي إذن؟ حاول أن تحذري. أحب الفوازير. لا لا لا. هل هي قبعة؟ هل هي مكان لوضع الألعاب عليه يا ظريف؟ لا 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 لا، سأعطيكما مفتاح الحل. هيا. إنها تصدر نعم صوتا عاليا. صوت عال. لكنني لم أسمع شيئا. هذه اللعبة ليست سهلة. ماذا قلتي؟ هذه اللعبة ليست سهلة.
لا أستطيع سماعك. هذا لأنني أحاول أن أكون هادئة قدر الإمكان. أستطيع أن أكون أهدأ منك. كيف؟ هكذا. لقد فزت فزت فزت. لنلعب شيئا آخر. اعتقدت أن لن يتمكن ظريف والأصدقاء من فعل شيء دون هذا. لا، صوتها ليس عالياً، إنها هادئة. إنها هادئة جداً، إنها لا تصدر أي صوت بتاتاً. لا. إليكما دليل آخر. ما هذا؟ دليلان. إنها طويلة ورفيعة. لونهم الأزرق جميل. أجل. عرفت عرفت، إنهما قلمان. عرفت إنهما قلمان عملاقان. للقلم الرأس. عرفت عرفت، إنها عيدان للأكل، لأكل بعض أنواع الطعام. يحبون ذلك الطعام. ظريف، نحتاج دليلا آخر. حسنا، ها هو. استخدم هذين الشيئين الأزرقين ليجعل الدائرة الحمراء تصدر صوتاً عالياً. إذا ضربت الدائرة الحمراء بهذين الشيئين الأزرقين. أجل، هكذا. إنه الطبل. مربع كبير ومربع صغير، أيهما الأعلى صوتاً؟ صوتك؟ ها؟ لا شكرا، سأعطي ظريفا آلة أخرى ليعزف عليها. هاي، ما زال صوتها عاليا، أهدأ قليلا. هذا أفضل. ما هذا؟ ما هذا؟ ما هذا؟ كان ذلك ترللا. لا 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 لا. احذر، ماذا يشبه هذا الصوت يا ظريف؟ ترللا ترللا ترللا. ما الذي يصدر مثل ذلك الصوت؟ إنه يشبه صوت البوق. أنت قريب جدا، بل قريب جدا جدا جدا. لابد أنه بوق بوق. أجل. كنت على حق. يمكنك أن تجربه إن أردت. هل هذا الصوت مرتفع بما يكفي؟ أم أن هذا مرتفع بما يكفي؟ هذه الفتاة
الفتاة عندها ضجة كبيرة أيضا. في يوم من الأيام كانت نورة ترسم في غرفتها، لكنها سمعت ضجة في الخارج. نظرت عبر النافذة لترى ماذا هناك. كان صوت منبه السيارة، ثم سمعت صوتا آخر. كان والدها يقود دراجته النارية. ثم جاء والد نورة إلى البيت ليقول لها بهدوء: حان وقت النوم. بلبل أعلى أعلى. كوكو بلبل. صوتهما عال لكنه ممتع. ترى هل كان عندك صوت عال يا ظريف؟ ما رأيكم؟ ليس سيئا يا ظريف. ما رأيكم بما فعلت؟ أهزل، أحب الأصوات العالية. وأنا أيضا. هل تعتقدون ذلك؟ لما لا أعزف أنا على البوق؟ وأنا سأضرب الطبل. يمكننا تشكيل فرقة. ظريف الأصدقاء. المكان هنا هادئ وجميل الآن. هذه حكاية لم أقرأها من قبل. هذه الحكاية عن الفيل والعنكبوت. كان الفيل يمشي باتجاه بيت العنكبوت. رأى العنكبوت الفيل يقترب من بيته. حاول أن يخبر الفيل بذلك، لكن صوته كان منخفضاً، فلم يتمكن الفيل من سماعه. طلب العنكبوت من الفيل التوقف، لكن صوت العنكبوت كان منخفضاً، فلم يتمكن الفيل من سماعه، واستمر في السير. كان الفيل يقترب أكثر وأكثر من بيت العنكبوت، لذا أسرع العنكبوت لجمع بقية العناكب لمساعدته، وصرخ جميع العناكب بالفيل دفعة واحدة، فتحولت أصواتها المنخفضة إلى صوت مرتفع. وأخيراً سمعها الفيل وتوقف قبل أن يدوس بيت العنكبوت. يحب ظريف جميع الثمار ويقطف أحلى الثمر. ظريف سعيد يحب الثمار. ثمار ظريف على الشجر. صحيح، أشعر بالانتعاش بعد شرب شيء بارد. نجيل صحيح. يعود لي ثلاثة. نعم ثلاثة. لا نستطيع سماعك، يجب عليك أن تغني بصوت أعلى. آسف، سأحاول مرة أخرى. واحد، نعم. ما زال صوتك منخفض. ربما أصواتكم هي العالية. لما لا تصعد إلى هناك؟ عندها سيكون صوتنا أهدى. هناك؟
لأن أذنك ستكون بعيدة عن الصوت. أجل. حسناً، سأحاول ثانية. واحد، اثنان. دوريدا 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 دوريدا. لحظة. أنا لم أعد أسمع صوتي. أوه لا. الخيوط تحب الموسيقى، أليس كذلك؟ لقد رأيتها في مكان ما من قبل. وأنا أيضاً. والآن هل عرفتما لمن هذه الأقدام؟ نعنوش. أجل، حان وقت حكاية النعنوش. أجل. في يوم من الأيام تساءل نعنوش إن كان يستطيع المشي عبر الأدغال دون إصدار الصوت. سأرتدي حذائي المطاطي إن كان علي المشي في الطين، وسأمشي بهدوء شديد جدا. أكمل بصوت منخفض جدا لأنه لم يكن يريد أن يصدر أي صوت. وبينما كان يمشي كان ينصت جيدا، وهذا ما سمعه. صوش صوش صوش. أوه، ما هذا؟ كان صوتا، هذا أكيد، لكنه لم يكن صوتا عاليا، كان صوتا منخفضا، كان منخفضا جدا وكأنه همس. سويش سويش سويش. ثم أدرك نعنوش أن الصوت اختفى. أوه جيد. وأكمل سيره بصوت أخفض من قبل، لكن بعد أن خطى خطوات قليلة سمع صوت سوش 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 ثانية، لكن عندما توقف اختفى الصوت، كان صوتا منخفضا جدا. إذا كان الصوت يتوقف عندما أتوقف، ربما كان الصوت مني. لهذا راقب قدميه خلال المشي. سوش سوش سوش. جاء الصوت. إنه أنا من يصدر هذا الصوت. من الأفضل أن أعود من البداية ثانية وأخلع حذائي المزعج. حركوش رائع. أنا أحب حركوش. حركوش يحب عزف الموسيقى أيضا، لكنني لا أعتقد أن لديه أي آلة. إذن لا يمكن أن يعزف. أوه، سيء جداً. حسناً، لكن حركوش ذكي جداً، أتعلمون؟ أتعني أنه يمكن أن يعزف دون آلة موسيقية؟ أعتقد ذلك، لنرى. مرحباً. مرحبا. صوت جيد. واو، عالي جدا. أصوات أخرى من فضلك. جيد. جيد. أجل.
صوت جيد جدا. والآن هنا. أجل. وهذا. والآن واحد اثنان و صوت رائع، إنه الأفضل. واو، انظروا لهذا. أجل، إنه ذكي. صديقتي لا تحتاجان لهذه، لكنني أراهن أن ظريفا يحتاجها. أو جيد، هذا سيجعل صوتي أعلى. هل آيس كريم ستجعل صوتك أعلى؟ واو. إنها ليست آيس كريم، إنه مايكروفون. مايكروفون. ماذا ستفعل بالمايكروفون يا ظريف؟ ها أجبني. حسنا، أولا سنشغله، وعندما أغني سيكون صوتي أعلى. لنجرب ذلك، هيا. بعد ثلاثة، واحد اثنان ثلاثة. دوريدا 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 دوريدا. إنه يعمل. نحن فرقة تستطيع العزف على كل أنواع الآلات. أجل، ويمكننا العزف بصوت مرتفع، ليس بصوت مرتفع جدا. يمكننا العزف بصوت هادئ. وإذا ابتعدت سيكون صوتنا أهدى. وإذا وقفت قريبا سيكون الصوت أعلى. إذن بأي طريقة عزفنا أعتقد أننا سنكون رائعين. أجل. دوريدا 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 دوريدا.